راح تشوفون مسلسل ان شاء الله مختلف باذن الله. إلى الآن الاسم المؤقت إن شاء الله البيج بوس. المسلسل طبعا من إنتاج منصة فو الإعلامية في الكويت، بطولة الفنان الشعبي الجميل الرائع الفنان خالد الملة، النجمة شمس، الفنانة فتاة سلطان، فينيسيا، ومجموعة من النجوم مثال الفنان الكوميدي الرائع أحمد العنان، من إخراج المخرج المخضرم الأستاذ غافل الفاضل. عمل من 30 حلقة كوميدي يتكلم عن قضايا كبيرة تهم كل الشعوب في الوطن العربي. تشوفون دراما كوميدية مختلفة لأن العمل متكون من دراما إلى غنائي، خاصة أن احنا معانا الفنانين المطربين، خلنا نقول أستاذة فتاة سلطان معيدة في المعهد العالي للفن الموسيقية وتغني الأوبرا والفن الشعبي. أختي كملي شغلك إضافة للفنان خالد الملة، فنان تاز في أغاني حضرمية ويمنية منوعة كثيرة تألق فيها، إضافة إلى تركيب الكلمات على الأغاني الحديثة. حنانيك يا من سكنت الحنايا وعمرت قلبي جميع الرزايا. والمخرج غافل الفاضل، بالإضافة إلى الكاتب المميز دخيل النبهان، مجموعة طبعا ما أنسى شريكي اللي هو الأستاذ أحمد الكندري والآر دايركتر اللي رتب لك الأمور الديكور. راح تشوفون مسلسل إن شاء الله مختلف بإذن الله. مستحيل مقاعدة تحسين باللي أنا أحس فيه، لأن عيونك فضحتك. أنا أحبك. الفكرة والموضوع والبرودكشن كله واهتمام فو في الإنتاج ودعم الشباب في الكويت هو اللي خلى التركيبة هذه تصير، لأن لو تقعد تفكر فيها خالد الملة، شمس، فتاة سلطان، أحمد العنان. مجموعة كلهم مميزين وكل واحد فيه مميز في جوه، مبدع في جوه، لكن تجمعوا في عمل درامي راح يكون فيه لعبة مخرج مخضرم مثل الأستاذ غافل الفاضل، كل اللي ثقة انه راح يكون العمل مميز ان شاء الله.